أجزاء الحيوانات اللي هو التالتة بقى، ما احنا قلنا جماد وحيوان وأجزاء، فقسمان، أحدهما ما يقطع منه وحكمه حكم الميت، والشعر لا ينجس بالجز والموت، والعظم ينجس. يبقى إذن في حاجات زي الصوف وزي الشعر وزي الوبر اللي بنعمل منها بناخدها من الغنم، دي طهرة نحلقها كده طهرة. والثاني الرطوبات الخارجة من باطنه، فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر، كالدمع والعرق واللعاب والمخاط. يبقى إذن هذا هو خريطة النجاسات. اللي يخرج باستحالة كالبول والغائط نجس، سواء أكان من مأكول اللحم أو من غير مأكول. والذي يخرج من غير استحالة كالدمع والمخاط واللعاب فهو طاهر. خريطة للنجاسات الحسية. أمرنا بأن نتنزه منها حتى تصح صلاتنا، وحتى يستجاب دعاؤنا، وحتى نحدث الصلة بيننا وبين ربنا على طهارة ظاهرية. ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى إلا إذا طهرنا بواطننا من الشرك والأخلاق الردية، فإن الله سبحانه وتعالى أعلى وأكمل وأجمل من أن ينظر إلى قلب لم يتخلى عن القبيح ويتحلى بالصحيح.